بالنسبة لتجهيزات الأعمال الرمضانية انتهت مؤخراً من تصوير مسلسل منزل 12 راح يعرض في شهر رمضان الفضيل. وأكيد إحنا لاحظنا في الأربع أو الخمس سنوات المؤخرة هذه اللي مرت علينا توجه جديد جميل صحي ظاهرة جميلة اللي هو الأعمال التي تعرض خارج السباق الرمضاني نفس السيزنز اللي احنا نسميها 8 حلقات 7 حلقات. هذه ظاهرة جدا صحية ولاقت استحسان ونجاح كبير فقاعدين نشوف تواجدها بشكل اكبر. وانا متأكدة ان السباق لن يكون فقط في رمضان راح نشوفه على مدار السنة قريبا. كلمة لكل متابعيني في الجزائر، وايد احبكم واتمنى ازور بلدكم الجميلة وازور اهلها الطيبة، والله يكتب لي هالزيارة في اقرب وقت.